الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الآن عندنا عطل وكيف نشوفه بإذن الله. هذا الجامع المبارك في غرفة الإمام. عندنا هذا المكيف، الآن نتأكد بس إنه مو شغال، أتأكد إنه مو شغال. العطل انه يشتغل بس ما في تفريد، فبنشوف السبب باذن الله. الان حنطلع للوحده الخارجيه. اخذنا العده والان نخش بين الاضغال هذه. من بعض الاحيان يعني في نفس المهنه هذه يكون في بدل خطر صراحه، بتخش من اماكن ما تدري ايش تلاقي ايش ما تلاقي. سلام عليكم. طبعا هنا فوق انا الكتاب اعرف الواحد ينشهر فيها، لكن في ذا السيب اللي ولا نص متر ايش تكتب هنا؟ طيب الشغف في اي مكان موجود. فعندنا هنا فوق هنطلع بالسلم باذن الله، خاصة اذا كان عندك يعني اشياء ثقيلة، فيحب ذا تكون قادر لها، ويكون عندك شنطة صغيرة كذا عشان ايش ترقى وانت ما جبت تمزقات عضلية وما شابه هذا. شوف طبعا كانت تحت، استخدمنا الحبل طلعناه فوق هذا الجدار ما يقارب 2 متر او 3 متر، بعد كذا نسحبها لهنا. ما عندك تشيلها وبيد واحدة تطلع، انديك اذا كان عندك عصب قوي، بس اقل خطورة حتودع الملاعب، وفيه أمثلة كثيرة على هذا. الآن وصلنا لمكيفنا الجي، هذا هو بإذن الله. الآن حنفك الغطاء، حنبدأ الفحص. طبعا حنبدأ نفحص أول شيء الكباستر، حنفحص الكمبرسر ونشوف إيش يعطينا قراءات. طبعا أول ما فكينا المكيف نلاحظ في المجمع هذا الاسلاك محروقه، اللي هو الكومن حق الكمبرسر والكومن حق المروحه اللي جاي مع ليش مع ال حق الكهرباء، فهنا مطرطع. طبعا احتمالات كثيره تكون هذه الطرطعه، اما من جهد عالي على نفس المكيف، اثر الوساخه اللي في الوحده الخارجيه او في الوحده الداخليه. طبعا ما ودي انزل المقطع كذا على طول انه هو ذا السبب، لانه الامام كان يقول المكيف شغال ما في له شيء، فجاه يعني ضرب حار، فخلاص هذا عندنا العطل. ان نسوي له الكونكت، نسوي له نجيب له كونكت جديد هنا ومجمع هنا، وهذه الاسلاك نغير التيرمينال حقها تمام، الروس حقها ونشبكها والامور طيبه. طبعا اذا ما جات بعدين خلاص اوريدي حتكون يا اما كباستر، يا اما ممكن ملفات الكمبرسر محروقه، هذه اشياء بديهيه يعني تكون في خرابات المكيف. لكن الان العطل كان عندنا المكيف الوحده الداخليه تعمل المروحه بس ما في بروده، طلعنا للسبب، طلعنا للوحده الخارجيه لقينا انه في الوصلات هذه في حرق تمام، اثر الوساخه واثر عدم التنظيف والصيانه الدوريه. وبكذا الحمد لله عرفنا نجيب العطل، عرفنا نجيب السبب من العطل. ودمتم بخير، ان شاء الله نشوفكم في مقاطع جديده باذن الله. لا تنسونا من صالح دعواتكم ودعمكم للقناه، ودمتم بخير.